هيقول اللي انت عايزه وكله قران يا ناس. يعني عم الشيخ شعبان فيها ايه لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الله يشرح صدرك. نعم. بسم الله أستاذك يا شيخ شعبان. نعم.
سيدي. نعم يا شيخ. طيب فيك يا شيخ. طيب تاني. نعم. يا شيخ الله أكبر. نعم نعم. عليك أبو محمد. نعم.
حبيبي. الله أكبر. الله يحييك. الله أكبر. نعم نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله الله. نعم يا سيدي. شيخ كامل يا مولانا. يا دارس الخطر. يا دارس كل العلوم يا أبو محمد. الله يشرح صدرك. نعم. تعليق. والله نعم نعم. ياهو يا بروفيسير يا شيخ شعبان. الله يشرح صدرك. نعم نعم نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم نعم نعم. وصل يا عم الشيخ شعبان. يا عم الشيخ شعبان يا ابو محمد ثاني الشيخ البهتيني ومقام عالي. الله يشرح صدرك. ماشي حي. نعم اللي جاي احلى والله. نعم الله 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 الله. نعم نعم.
مين اللي هيقول كده يا ابو محمد؟ الله يشرح صدرك، الله يشرح صدرك، الله يا قارئ. نعم نعم قارئ والله، نعم نعم قارئ ومتقن كمان. الله أكبر. محمد يا رب بص عمي بص يا شيخ شعبان من تاني خليك فيها لغايه ما نشم ريحتها من الاول تاني من الاول تاني نعم بارك الله فيك متشكرين يا حبيبي الله يبارك فيك ماشي الله يبارك عليك
نعم الله يشرح صدرك يا شيخ شعبان. سيدني نعم نعم يا شيخ شعبان الله يشرح صدرك. طيب نعم يا حبيبي الله أكبر. نعم. امتياز بمرتبة الشرف يا شيخ شعبان. تعليق. حبيبي والله امتياز بمرتبة الشرف. الله يشرح صدرك. شنو بعد؟
يا سيدي ايوه انت تبنيك الوقت ايوه انت تبنيك ماشي انا تنطق كيف بتاكل من ده الله الله يتكلم معك الله يشرح صدرك الله يفتح عليك يا شيخ شعبان نعم انت خصت حبايب على الدين بص يا عم الشيخ يا عم الشيخ شعبان متع نفسك ومتعنا معاك الله يشرح صدرك نعم انا مش بقول لك دارس كل المقامات ودارس كل الفنون كله كله ايوه نعم يا شيخ الله يكرمك هتعمل معانا ايه يا شيخ وبعد كده نسمع مين ايوه ربنا يجعلك منهم يا شيخ يا سلام يا رب جزاء من جنس العمل يا عم الشيخ شعبان نعم وتوصل يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله الشيخ أيوة يا شيخ شعبان فسبح ديت عايزينها باللون الثاني عايزين نروح أيوة. تكرر نسبح نعم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله نعم يا شيخ شعبان فسبح لوحدها ايوه نعم ايوه الله اكبر ايوه
الله ما يفتح عليك. نعم يا سيدي. نعم 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 شيخ شعبان. الله. يا شيخ شعبان له ملك السماوات والأرض. نعم عشان خط السماوات والأرض. ما الكلام. ايوه ايوه كل الجديد كل الجديد كل الجديد شيخ. والله يا
سيدنا الله أكبر الله نعم هذا يستغرب نعم نعم يا قارئ نعم الله يشرح صدرك الله يشرح صدرك جبان الله يا متقن الله أكبر الله يا شيخ نعم Oh
الله أكبر. نعم الله نعم الله أي والله يا سيدي. معلش يا شيخ غرض عليك غرض عليك الف لازم الف مش معك يا شيخ فايده ابدا بس عليك يا شيخ عبد الهادي ما كنتش من الاول حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم شعبان ثاني اشرح صدرك معلش. بسم الله نعم الحمد لله ما زعلتش الناس دي الحمد لله لسه التجلد بصلي يا عم الحاج يا شيخ شعبان دي الاولى واللي جاي ابو جعفر الله يشرح صدرك
لا هنا ما فيش وتر. نعم هنا تمييز. انسى. نعم وبراحتك صار الساعتين وصدق. نعم شعبان شعبان دعوه كفايه من نجدي دعوه واحده كفايه. ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب يا رب معلش تاني تاني احنا تعبناك الليله دي بس معلش لا لا يا عم الحاج الله في التجلي الحمد لله في التجلي الحمد لله الحمد لله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا سويا مع خير الكلم وبسم الختام وتلاوتي كانت تنساب من شفتيه كأنها قطرات الندى على الزهرة الزمار. فكنا مع فضيلة القارئ الشيخ شعبان رقب الديري القارئ بقفر مشلة قفر زياد محافظة الغربية. قدمناها لكم عبر أسير الإذاعات المحلية صوت الرسول تركبت من داخل محلات الحاج سمير زمانته وأولاده بمدينة فيلا كبرى الفراشة وكبرى مخازن الفراشة بمدينة فيلا ترتبت من داخل مخازن المهندس علي عبد المولى سلطان المقيم بفيلا خلف البيت الأهلي ونيابة عن صاحب هذا الليلة الكريم شكر الله سعيكم وعزم الله أجركم وللفقيد الرحمة والنصر خالص العزاء ولا أراكم الله في مكروه في عزيز لديكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.